سيد نجم، فقط نشير إلى هذه الصورة التي تظهر أمامنا الآن على الشاشة، هي مشاهد الاشتباكات بين قوى الأمن والمحتجين في بغداد، وطبعا ذلك على إثر الاحتجاجات التي اندلعت اليوم. سيد نجم، يعني القوى التنسيقية أو ما يعرف بالإطار التنسيقي قالت بأنها ربما تبدأ في تصعيد آخر بعد هذه الاحتجاجات لاسترداد أصواتها المسروقة. ما هي الخطوات المتوقعة وما هو التحسب الأمني أو السياسي لمثل هذه الخطوة؟ يعني أولا أستاذة تهاني، علينا أن نثبت هل أن فعلا هناك أصوات مسروقة؟ أنا أستبعد ذلك، لأن حتى الذي المحطات التي تمت إعادة العدوى والفرز اليدوي من قبل المفوضية وبحضور الممثلين لتلك الأحزاب التي خسرت مقاعدها أو أصواتها، لم يثبت هناك أي سرقة أصوات. الأمر الآخر، أنا صرحت وغردت منذ الصباح الباكر بعد اللقاء الذي كان في يوم أمس مساء بين السيدين الحلبوسي والصدر، وكذلك بين المفاوض الترك الكردستاني الزيباري مع الوفد التيار الصدري، أعطت على ما يبدو نوع من الهيجان والانزعاج والانتعاض لبعض الذين خسروا أصواتهم، يحاولون تهجيج الشارع العراقي، لكن إلى الآن لم يثبت إطلاق الرصاص الحي من قبل القوات المسلحة. نعم، سقوط بعض الجرحى من قبل المحتجين ومن قبل القوات الأمنية، وهذا لا نعول عليه، بالنتيجة هم كلهم عراقيون، والذي يسقط هو خسارة للعراق والعراقي. لكن أنا أرى سيكون تصعيدا فقط في الإعلام، لأن لا تستطيع هذه القوة المعترضة أن تستمر بالاحتجاجات والتظاهرات، لأنهم حقيقة لا يمثلون الأغلبية داخل المجتمع العراقي. طيب.